بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. صاحب السمو الأمير بندر بن سلمان، صاحب المعالي سليمان بالخير مدير الجامعة، أيها الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سمعنا كثيرا والحمد لله مما ألقي على أسماعنا في هذه الجلسة المباركة، وإن هذا من التواصي بالحق، كما قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهذا من التواصي بالحق، وأيضا التواصي بالصبر، لأن الذي على الحق لا بد أن يبتلى من أعداء الحق، لا بد أن ينبذ، لا بد أن يعادى، لا بد أن يلقى ما يلقى، فعليه بالصبر على ذلك. تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. الناس ليسوا كلهم سيقبلون منك ويرتاحون لما تقول، بل لا بد أن يقوموا ضدك وأن يزرعوا الأشواك في طريقك، لا بد أن يبذلوا الأسباب التي تبعد الشعوب عن طريق الحق، لا بد أن يواجهوا الدعاة والمصلحين بما يعرقل سير الدعوة إلى الله عز وجل، ولكن الدعاة إذا صبروا على ذلك واحتسبوا الأجر من الله فإن الله ينصرهم، تكون العاقبة لهم. كم عودي الأئمة من قبلنا من السلف الصالح ومن جاء بعدهم، كم وقف في طريقهم، كم شوهت دعوتهم، كم وكم، ولكنهم صبروا ولم يلتفتوا إلى هذه المعوقات، لأنهم لا يريدون المدح من الناس، وإنما يريدون وجه الله سبحانه وتعالى. ومن أراد وجه الله فإنه يصبر على ما يلقى، ثم يكون النصر ويكون الفرج بعد الابتلاء والامتحان. فهذا طريق الدعوة، وطريق الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم محفوف بالمكاره، طريق باب النار محفوف بالشهوات. فالذي يقوم بهذا الأمر يدعو إلى الله لا بد أن يوطن نفسه أنه سيعادى، أنه سيحارب، أنه لكنه يصبر على ذلك. على سبيل المثال، دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في هذه البلاد كم لاقت من الأعداء ومن شرهم ومن دسائسهم، كم لاقت، ولكن الله نصرها وبقيت ولم تتأثر بما وضع في طريقها، لأنها على دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا نزكي على الله أحدا، ولكن إذا تأملتها وجدتها أنها على الطريق الصحيح، ولهذا كتب الله لها النجاة
كتب الله لها البقاء. وكم من الدعاة غير الشيخ محمد من قبله ومن بعده من كان على هذا الطريق الصحيح فإنه سيصل إلى النتيجة بإذن الله ولو طال الوقت. قال الله جل وعلا: فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فإنه يمكث في الأرض. هكذا دعوة الحق تمكث في الأرض ولو لاقت ما لاقت من العراقيل، إذا صبر أهلها عليها فإن النجاح سيكون عاقبتها، وهذا شيء مشاهد مما في سير الدعاة إلى الله عز وجل الذين صبروا وجاهدوا بالحكمة والموعظة الحسنة، جادلوا بالحكمة والموعظة الحسنة، كانت النتيجة أن الله نصر دعوتهم وأبقاها وأذهب ما اعترض طريقها. أين الذين اعترضوا طرق المصلحين والدعاة إلى الله؟ ماذا بقي لهم من الذكر؟ ماذا بقي لهم من الأثر؟ زالوا وزالت عراقيلهم معهم وبقيت الدعوة ولله الحمد نقية صافية ينتفع بها من الأجيال من أراد الله هدايته. فهذا أمر واضح وأمر بين، ولكن يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى صبر على ما يلقاه، والابتلاء والامتحان جار بإذن الله ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. فهذا طريق الأنبياء والمرسلين والدعاة المخلصين إلى أن تقوم الساعة، ولكن كما وعد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم، الدليل على أنهم سيخذلون، ولا من خالفهم، دليل على أنهم سيخالفون، حتى ممن يدعون العلم، حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. فهذا طريق مسلوك والحمد لله، وطريق يكتنفه ما يكتنفه من الأذى ومن المعاداة ومن، ولكن الذي يسير على الطريق الصحيح لا يضره من اعترضه إذا صبر وتوكل على الله سبحانه وتعالى. الانحراف الفكري له أسباب، أولها الجهل، الجهل بالدين، والجهل داء قاتل، فلا بد من العلم، والعلم لا يأتي عفوا، لا بد من التعلم. التعلم يحتاج إلى صبر لأن طريقه طويل، يحتاج إلى صبر واحتساب. فإذا صبر الداعية إلى الله والمتعلم والعامل بطاعة الله فإنه ينتهي إلى نتيجة طيبة وعاقبة حميدة، كما هو مشاهد في تاريخ الدعاة إلى الله عز وجل قديما وحديثا. فهذا هو الطريق الصحيح لمن يريد أن يدعو إلى الله عز وجل وأن يصحح الأفكار المنحرفة. ولا يمكن أن تصحح الأفكار المنحرفة إلا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. ولكن الذي يتمسك بالكتاب والسنة في مواجهة الكثير من الخلق الذين يعارضونه ويقفون في طريقه
يحتاج إلى صبر، كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون كالقابض على الجمر أو على خبط الشوك، فلا بد أن يصبر على هذا، ولا بد أن تكون العاقبة الحميدة له بإذن الله، سواء بقي على قيد الحياة أو قدم إلى الله وبقيت دعوته ينتفع بها أجيال قادمة. المهم أنك تزرع الخير، أنك تزرع الخير، والحصاد لا بد أن يأتي ولو متأخرا. فعلى الدعاة إلى الله أن يعملوا بهذا، الذين يصححون الأفكار المنحرفة. الأفكار المنحرفة ما تصحح إلا بالعلم، بالعلم النافع والعمل الصالح والصبر والاحتساب، وهذا طريق السابقين وطريق اللاحقين إلى يوم القيامة، طريق مسلوك وطريق واضح، لكن يكتنفه من جوانبه أعداء، يكتنف عقبات، يكتنف، لكن ما لا تضر هذه الأمور مع الصبر والاحتساب والاستمرار. فتصحيح الفكر يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى علم. أول شيء، كيف تصحح وأنت ليس عندك شيء من العلم؟ لا بد أيضا من إصلاح النية، لأن هناك من يدعون، يزعمون أنهم يدعون إلى الله، وجماعات وجماعات تسمي أنفسها جماعة الدعوة، ولكن أين الأثر؟ الأثر الذي ترتب على ذلك هذا والله أعلم، نظرا لاختلاف النيات والمقاصد. فلا بد من النية الصالحة الخالصة لوجه الله. الداعية إلى الله لا يريد أن يمدح، لا يريد أن يثنى عليه، لا يريد أن يرحب به، بل يصبر على ما يناله، ويصبر على ما يعترض طريقه إلى الله سبحانه وتعالى. والموعد عند الله سبحانه وتعالى، عند الله تجتمع الخصوم، ولكن لا بد من أن نصبر على ما أصابنا في طريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الفكر المنحرف لا يمكن إصلاحه إلا بعلم الكتاب والسنة، أما أن تصلحه بفكر فلان أو قول فلان فهذا لا ينفع أبدا، إنما ينفع ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الذي أصلح الله به صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمعهم عليه، كما قال جل وعلا: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. فلا يؤلف بين القلوب المدح والثناء، أو يؤلف بين القلوب الأموال التي تبذل، ما يؤلف القلوب إلا الكتاب والسنة، هو الذي تألف عليه المهاجرون والأنصار، والذي سارت عليه الأمة إلى وقتنا الحاضر. هذا هو الطريق الصحيح لتقويم الفكر المنحرف. لا بد أن يكون هناك دعاة إلى الله عز وجل. فالانحراف إنما يأتي لأسباب، أولها الجهل، أولها الجهل، والجهل داء قاتل. ثانيا، دعاة الضلال الذين يروجون للأفكار المنحرفة ويزوقونها حتى تصبح كأنها أفكار صحيحة، بسبب التزييف وبسبب الأمور التي يبذلونها. فلكن هذه الأمور لا تبقى، هذا كالسراب الذي يزول مع الشمس، فالضلالات كلها مثل السراب، والحق مثل الشمس التي تزيل هذا السراب وتجلي الكون والطرق للناس. فهذا أمر ولله الحمد نحن
كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به. بهذا الشرط إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. وهؤلاء هم الذين تمسكوا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم علما وعملا، وقاموا بالدعوة إلى الله على بصيرة وعلى بينة. فهؤلاء هم الذين تكون العاقبة لهم ولدعوتهم بإذن الله. والإمام مالك رحمه الله يقول: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. ما هو الذي أصلح أولها؟ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن لا يصلح آخر هذه الأمة إلا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن لا بد من تعلم الكتاب والسنة، لا بد من التفقه في كتاب الله. قال الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم، أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم كما وصفها الله سبحانه وتعالى، وهي طريقة من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. كثير ما نسمع دعوات وجماعات ونسمع مراكز ونسمع كثير، لكن أين الآثار؟ الآثار قليلة أو مفقودة. ولكن لما يقوم رجل واحد مخلص لله عز وجل ويدعو إلى الله على بصيرة يغني عن هذه الجماعات كلها، رجل واحد يغني عن هذه الجماعات إذا كان على بصيرة وعلى علم وعلى إخلاص في نيته لله عز وجل. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عند قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، قال: فيه الإخلاص في الدعوة، لأن بعض الناس إنما يدعو إلى نفسه. انتبهوا، بعض الناس إنما يدعو إلى نفسه لا يدعو إلى الله، هذا هو الذي يفشل. وأما الذي يدعو إلى الله هذا هو الذي ينجح، وهذا هو الذي يجعل الله في دعوته البركة ويكتب لها البقاء، لأنها دعوة خالصة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا يعالج الفكر المنحرف إلا بالعلم النافع، والعلم النافع لا يأتي عفوا، لا بد من نشر العلم بالتعليم، بالتوجيه، ببذل الأسباب. العلم النافع الذي به يستنير طريق الداعية إلى الله عز وجل، فهذا هو الطريق الصحيح الذي يعالج به الانحراف الفكري. أولا العلم، ثانيا الدعاة المخلصون والمعلمون الناصحون الذين يوجهون الناس إلى الطريق الصحيح وإلى الفكر الصحيح. هؤلاء هم الذين يكتب الله لهم الأثر الباقي والنفع العام للمسلمين. فهذا أمر يجب التنبه له. كثير ما نسمع عن دعاة وعن جماعات دعوية وعن وميزانيات ضخمة، لكن أين الآثار؟ أين الآثار؟ الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما أخرج من البلد الأول الذي بدأ الدعوة فيه ذهب يمشي في الشمس في الرمضة، ليس معه إلا مروحته اليدوية يومئ بها ويقول: من يتق الله يجعل له مخرجا. يردد هذه الكلمة: من يتق الله يجعل له مخرجا. جعل الله له مخرجا وأيده بالمناصرين له من هذه الدولة المباركة، دولة آل سعود التي قبلت هذه الدعوة
وعاهد إمامها محمد بن سعود عاهد الشيخ على النصرة وعلى بذل المجهود معه، فالله كتب لهذه الدعوة هذا النجاح الذي تشاهدونه، وسيبقى إن شاء الله لأنها دعوة مخلصة. وليس هذا خاصا بشيخنا الشيخ محمد، بل كل من سلك هذا السبيل فإن الله يمده بالنصر والتوفيق، وإن تأخر هذا، وإن تأخر النصر، وإن تأخر التمكين، فإنه قادم بإذن الله ما دامت الدعوة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ونحن والحمد لله على طريق صحيح وعلى منهج سليم، ولكن لا نقتصر على أنفسنا ولا نقتصر على بلادنا، بل لا بد أن نمجد هذا الخير. نحن مسؤولون عن العالم كله، مسؤولون أمام الله عن العالم كله. لماذا لم ندعو إلى الله؟ لماذا لم نبين للناس؟ سيسألنا الله جل وعلا عن ذلك. في من يقول أنا ما علي، أنا إذا صلحت بنفسي ما علي من الآخرين؟ لا، الله جل وعلا قال وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصوا، ما يكفي أنك تكون صالح، الذين آمنوا وعملوا الصالحات ما يكفي هذا، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهذا طريق واضح ولله الحمد، لكن يحتاج إلى صبر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يأتي في آخر الزمان، أن يأتي زمان في الآخر يكون القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر. يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى ثبات، يحتاج إلى احتساب. هذا هو الطريق الصحيح، وهذا هو المنهج السليم، وهذا هو الذي نصر الله به أول هذه الأمة وينصر به آخرها، كما قال الإمام مالك: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. هذا هو الطريق الصحيح والمنهج الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو طريق الدعاة المخلصين الناصحين الذي لا طريق غيره. كل الطرق ستنسد وكل الطرق ستذهب وتنقضي. أين الدعاة الذين أرغوا وأزبدوا في العالم وبذلوا الأموال؟ أين هم وأين دعوتهم؟ الدعوة الحق باقية، ما بقي إلا دعوة الحق هي التي نجحت وأثمرت واستمرت وستستمر بإذن الله، لكن تحتاج إلى حملة، تحتاج إلى حملة، والحملة لا بد أن يتعلموا، لا بد أن يتعلموا في المساجد، في الجامعات، في أينما وجدوا العلم يتعلمون العلم حتى يقوموا بهذه الدعوة على بصيرة وعلى بينة، وحتى ينفع الله بجهودهم وإخلاصهم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لمعرفة الحق والعمل به والثبات عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.